السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم يا الأحبة. إكمالا للمقطع اللي طاف، أعمال البرسلان بالحمامات. نتأكد يا أخوان أن جميع السكر الزاوية البايبات موجودة، لأن يا جماعة صاحب القسيمة لازم يكون متواجد. حصلت لنا مشكلة قبل شوي، ومو حصلت مشكلة، أنا عرفت أن في مثلا هنا هذا الفرنجي لازم فيه بايب تغذية، نفس هذا بايب تغذية حق الصندوق الطرد مال الفرنجي. فلما جيت هنا تفاجأت وشفت المعلم البرسلان ما انتبه للشيء الشغلة هذه، فقلت له وين البايب التغذية لصندوق الطرد الفرنجي اللي هو هذا، تشوفون يا اخوان. فقلت له موجود هنا كسر. فالحمد لله تداركنا الوضع قبل الله يسكر ويمشي وتوكل على الله. فشلنا البلاطة هذه هني مثل ما تشوفون في المكان هذا. فهذا هني هكذا تشوفون، هذا تخيل البايب المفروض كان مختفي، يعني لو خلص وراح توكل على الله مشكلة. فهذا هني الفرنجي لازم عنده هوز ماي يعبي صندوق الطرد مال المرحاض الفرنجي. فتخيل لو سكرنا وما انتبهنا، او صاحب القسيمة مو موجود، مشكلة. فلازم صاحب القسيمة موجود وعنده خبر في توزيع النقاط لكل شيء. مثلا هني هذا الشطاف حار بارد الجير حق الفرنجي وحق مثلا العربي. فلازم تكون هني على بينة في كل الامور في الحمامات عندك في البيت. طبعا اكيد هناك راح يصير في نواقص حق اصحاب القسائم. شوف هذا حمامين وانتبهت الحمام واحد، والحمام الثاني طلع فيه مشكله. الحمام الاول كان اوكي، هذا الحمام الثاني مشكله. لكن اصحاب القسائم راح يعانون في المستقبل، ربما ينسى الشطاف او ينسى الشاور. فضروري تكون موجود وعلى علم في توزيعه بايبات التغذيه عندك. والان تداركنا الوضع و نسكر بإذن الله ونخلص ونريح بطريقة. وتأكدوا إذا عندكم جاكوزي أو بانيو، في كهرباء هني حق الجاكوزي في المرحلة هذه، الكهرباء حق الجاكوزي، وهني البلاك مع الجاكوزي تسكر تفتح. ذلك يا أخوان ننتبه أن نكون متواجدين دائما. المعلم يبي يخلص ويمشي، وانت الكويتي اللي تاكل الطعم، بعدين تدور لك واحد يكسر لك وين مكان البايبات. لذلك وجودك يا الكويتي ضروري، وجودك لبيتك ومشروع بيتك وبيت العمر لازم تكون موجود. وحتى تفقد ان ماكو شيء هناك صار مخفي او اختفى، فلازم تكون انت موجود عشان تعرف الاشياء النواقص للحمامات. هذا باختصار. واذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك بالقناه وعمل لايك وانشر ذات المقطع حتى الجميع يستفيد من تلك المقاطع. وفي مقطع جديد نلقاك.